بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلم الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد وموعدكم الأسبوع الخاص بتطبيقات الأندرويد. سوف نتعرف على 12 تطبيق في هذا الفيديو، وسوف أبدأ مباشرة بهذا التطبيق الذي طلب مني بالمناسبة أن أشرحه. هذا التطبيق يعني رائع، يوفر لك أن تقوم بوضع يعني صورك في مجموعة من الإطارات، متوفر بالمناسبة إخواني الكرام أيضا لهواتف الآيفون. فمثلا عندما سوف تختار اي اطار تريده فيمكن لك سحب يعني الصور التي تريد اضافتها مباشره كما سوف تشاهدون الى مجموعه من الاشكال المختلفه. لاحظوا معي ان قمت باضافه يعني الصور، ويمكن لك اضافه يعني فلتر يعني كما سوف تشاهدون للخلفيه كما نشاهد، وايضا فلتر يعني للصور احباب في الله كما سوف تشاهدون. التلفاز التطبيق اذا كنت تريد ايضا الكتابه التي تريد ان تضيفها الى الصوره يمكن لك اضافتها كما سوف تشاهدون، ثم ايضا تغيير نوع الكتابه ولون الكتابه الى غير ذلك كما تشاهدون. التلفاز التطبيق رائع، انصحكم به، طلب من المناسبة يعني انا اشرحه، يعني فهو موجود يعني مجموعه من الاشكال المختلفه فيه. وايضا الشيء الجميل انه يعطيك ايضا وضع صور في اشياء كثيره، مثلا قلوب الى غير ذلك كما سوف تشاهدون، صورك دائما تضع يعني بشكل رائع كما سوف تشاهد. اخترت يعني صورتين، يمكن لك يعني تغيير يعني المكان الذي سوف تظهر فيه يعني الوجه الى غير ذلك بهذه الطريقه، اضافه يعني صور اخرى بالضغط هنا مثلا كما سوف تشاهدون. ونفس الشيء يمكن لك اضافه يعني تاثيرات الى الصور بهذه الطريقه كما تشاهدون، وايضا يعني الخلفيه يمكن لك تغييرها الى اشكال مختلفه كما تشاهدون، او الالوان مختلفه واشكال مختلفه. لاحظوا هنا ايضا الاطار الخاص بالصور. بالتالي فهو تطبيق رائع، انصحكم به احبابي في الله، الرابط سوف تجدون اسفل الفيديو. ايضا يمكن لك الحصول على مجموعه من التطبيقات الاخرى التي تقوم بنفس الشيء للصور. طيب نمر الحين الى التطبيق الثاني الذي قبل قليل يعني جربته على اصدقائي وتفاجؤوا، يعني لعمل بث على للالعاب التي تلعبها على الفيسبوك او يوتيوب الى غير ذلك. هذا التطبيق بالمناسبة جديد، فيمكن لك عمل بث في حدث معين او عمل حدث يعني او اللعب مباشرة، وسوف تقوم بعمل بث مباشر للناس التي سوف تشاهدك، الفيسبوك تويتر يوتيوب الى غير ذلك كما سوف تشاهدون. بالتالي سأختار انا شخصيا الفيسبوك، سوف اعمل البث على الفيسبوك، ثم اضغط على زائد واختار اللعبة التي اريد ان يشاهدونها الناس عندما سوف العبها، واعلق ايضا، وايضا اذا كنت تريد الدور يعني بالصورة. طيب الحين بعد اختيار اللعبة سوف نضغط على عليها، ثم تضغط على ستارت كما سوف تشاهدون، وسوف يبدأ عمل بث مباشر احباب في الله الحين كما تشاهدون. يمكن لك الضغط هنا واختيار ايضا اذا كنت تريد ايضا الدور بالكاميرا، اضغط هنا، الصوت هنا، اعدادات اخرى لتغير الجودة الى غير ذلك على حسب يعني الانترنت التي لديك. ثم يعني خلاص اضغط فقط يعني على هنا هذه الايقونة وسوف يبدأ عمل البث المباشر. اعطيكم نموذج، لا اريد عمل البث المباشر الحين، اعطيكم نموذج بانه طيب سوف تضغط على في الوسط عفوا وليس سوف اخرج من التطبيق. اعطيكم نموذج باني وضعت يعني بث مباشر قبل قليل للعبة كرة القدم المعروفة. لاحظوا معي هذا هو البث الذي كنت قد وضعته قبل قليل على الفيسبوك الخاص بي، والناس بطبيعة الحال علقت الى غير ذلك بينما العب. تلفوا تطبيق رائع انصحكم به. التطبيق الثالث احباب في الله مهم جدا ان تتوفر عليه، لانه سوف يساعدك كثيرا بشكل كبير للحصول على جميع المميزات الخاصة بالتطبيقات فور إطلاقها. مثلا أنا شخصيا الواتساب لدي يعني كما سوف تشاهدون أي ميزة الواتساب، إذا ضغطت على أي تطبيق سوف يحولك إلى هذا الصفحة، اضغط على بيكام وتيستر يعني سوف تجدها هنا، فأنا شخصيا أضفتها. بالتالي مثلا أي ميزة أضيفت على الواتساب قبل إطلاقها رسميا على جوجل بلاي فسوف تحصل عليه، سوف تظهر لديك. بالتالي فهذا التطبيق رائع أنصحكم به، يعني مثلا
سوف أعطيكم نموذج تطبيق معين موجود هنا، مثلا انستغرام، أي ميزة أطلقت لإنستغرام جديدة سوف تظهر لدي، سوف أضغط فقط على بيكا ثم خلاص. أي ميزة ظهرت يعني في أي تطبيق سوف تظهر لديك وسوف تجرب أنت الأول قبل أن يتم اعتماده رسميا. فأحيانا يتم إطلاق يعني ميزات جديدة لبعض التطبيقات وتكون في مرحلة تجريبية، أنت سوف تظهر لديك هذه الميزات صراحة أحباب في الله. بالتالي فهو تطبيق مهم ومهم جدا التوفر عليه، وهو جديد بالمناسبة. التطبيق الموالي خرافي جدا لأنه سوف يسمح لك بإنشاء مجلد في شاشة هاتفك تفتح عليه التطبيقات عندما تقوم بشيء معين. مثلا سوف تضغط على علامة الزائر الموجودة في الأسفل ثم تختار أي شيء تريده. مثلا عندما سوف أقوم بتفعيل الواي فاي وأختار الشبكة التي أنت شخصيا متصل بها، أريد أن تظهر أن يظهر مجلد، هذا المجلد السحري بهذا المفهوم، به بعض التطبيقات مثلا براوزر. مثلا سوف أختار هذه التطبيقات، خمسة تطبيقات مثلا، أضغط على أوكي ولاحظوا معي خلاص. لكن حتى تظهر يعني هذا المجلد سوف تضغط على الشاشة وتضغط على الأدوات الذكي وتسحب أيقونة هذا المجلد إلى سطح المكتب بهذا المفهوم. لاحظوا معي الحين المجلد بهذه التطبيقات، لكن ماذا لو قمت بتعطيل يعني الواي فاي على هاتفي؟ نحن عارف تختفي التطبيقات. فهذه التطبيقات سوف تظهر فقط عندما تقوم بتفعيل الشيء الذي قمت باختياره. لا، أنا قمت بتفعيل الحين الواي فاي كما سوف تشاهدون وظهرت يعني التطبيقات. ونفس الشيء يمكن لك القيام بها عندما تقوم مثلا تضغط دائما على الزائد، عندما تقوم مثلا بتفعيل المكان الذي انت متواجد فيه، او يعني عندما تسحب على الهاتف الى غير ذلك احباب في الله. فتختار التطبيقات التي سوف تظهر في هذا المده بالضبط. التطبيق الرابع او الخامس ارتأيت يعني انا اقوم بتطبيقه حتى تشاهدون، يجعل خلفية ثلاثية الأبعاد. لا أعرف إذا كنتم سوف تشاهدون هذا الأمر كيف تتحرك يعني هذه الأشياء عند يعني وضع في زوايا. بالتالي هذا التطبيق رائع جدا، سوف تقوم بفتح إضغط على Select Theme وتختار أي ثيم تريدها. أنا اخترت يعني هذه الخاصة بالأسماك، يمكن لك تحميل المزيد ثم يضغط على Set يعني اعتمادها. ولاحظوا معي سوف تشاهدون هذا الأمر عندنا، سوف تشاهدون خرافي جدا يعني ثلاثية الأبعاد، يجعل الشاشة ثلاثية الأبعاد الخلفية الخاصة بها. التطبيق الموالي هو تطبيق يعني بالمناسبة تم إطلاقه نسخة جديدة من متصفح جوجل كروم. يعني هذه النسخة الجديدة أحبابي لا تسمح لك بتحميل الصفحات أو تصفح الصفحات بدون الانترنت عبر تحميلها. ففقط عندما سوف تقوم بالدخول الى موقع مثلا مدونة حوح للمعلوميات اضغط هنا واضغط على تحميل الصفحة خلاص. اضغط على هنا كما سوف ترجع للتطبيق يعني او يعني وضع هذا الصفحة في المتصفح. والحين عندما لا اتوفر على الانترنت كما سوف تشاهدون سوف اضغط على هذا القسم، افتح المتصفح واضغط على الداونلودز وسوف اجد هذه الصفحه. نحن معنا قمت بتعطيل الانترنت واستطيع الدخول الى مدونه حوح المعلومات وتصفح. هذه ميزه جديده تمت اضافتها الى هذا المتصفح وغير موجود حتى الان يعني في بلاي ستور، سوف تجدها رابط اسفل الفيديو. التطبيق الموالي يجعلك تقوم بعمل نغمه لهاتفك من مقطع معين لديك. مثلا هذا المقطع سوف اضغط هنا كما سوف تشاهدون ثم اضغط على ايديت له ثم اختار من والى كما سوف تشاهدون مثلا من الدقيقة فلان الى الدقيقة فلان. نعمل نغمة للهاتف ثم اضغط على حفظ هنا واختار اسم للنغمة ثم اضغط على السيف ثم بعدين يعني اقوم باعتمادها كنغمة للهاتف. احباب في الله عندما يتصل بك اي شخص او الرسائل الى غير ذلك. التطبيق الموالي خاص ب طبعا حاليا يجب عليك تفعيل الجي بي اس خاص لحساب يعني الكاميرات في الساعة التي تقطع. هذا التطبيق حقيقي أحباب في الله وله تقييم وتحميلات رهيبة جدا على بلاي ستور. يكفي أن تضعه يعني في أي مكان مثلا في هاتفك في دراجتك أو سيارتك عندما تجري وسوف يحسب الكاميرات في الساعة يعني السرعة بهذا المفهوم الذي سوف تقطع. التطبيق رهيب جدا وله تقييم طبعا حال كبير على بلاي ستور. التطبيق الموالي هو تطبيق جديد مشغل يعني المقاطع الصوتية لكن بشيء رائع جدا. مثلا عندما سوف تختار أي مقطع كما سوف تشاهدون سوف يقوم بتشغيل هذه الطريقة ويمكن لك المرور بهذه الطريقة بين الدقائق إلى غير ذلك. عمل بوز
الانتقال بين المقاطع إلى غير ذلك، فهو تطبيق رائع جدا يجعلك تقوم بتشغيل المقاطع بشكل رهيب جدا أحبابي في الله. تطبيق موالي تطبيق غريب جدا وشيء رهيب، سوف يوفر لك مثلا إذا كنت تريد تحويل الأشكال إلى ثلاثي الأبعاد، إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، فقط اضغط على هنا كما سوف تشاهدون، ثم ضع اسم تريده. سوف تجربون هذا الأمر على في الخارج، يعني صراحة إذا كنت تريدون الحصول على، سوف تضغط على هنا ثم خلاص تمر، يعطيك يعني الطريقة التي سوف تصور بها، فقط اضغط على جو ات هنا، ثم عليك تصوير الشيء يعني على الزوايا كلها. الله أكبر، على الزوايا كلها. مثلا دخل خرجت وتريد يعني تحويل صورة أو شجرة إلى ثلاثية مجسم ثلاثي الأبعاد، فقط يعني تقوم بالدوران والتصوير، مثلا تلتقط صورة بهذا الشكل ثم صورة وتدور، يعني تدور وتلتقط الصورة لجميع الزوايا، ثم في الأخير سوف تضغط هنا. طبعا الحال سوف يطلب منك الطريقة، طبعا سوف أقوم بوضع 5 صور فقط عشوائية لأنه لن أحصل على النتيجة. بعد التقاط على الأقل 5 صور سوف يحولها إلى جسم ثلاثي الأبعاد، هذا لن تظهر يعني بشكل جيد. الصورة تعطيكم يعني فكرة هذا التطبيق، رهيب جدا، أنصحكم بتجربته يا أحباب في الله. التطبيق الموالي تطبيق مهم أيضا لأنه سوف يقوم بإزالة جميع الملفات الفارغة في هاتفك، فعندما تقوم بتثبيت التطبيقات إلى غير ذلك والألعاب والتصفح يعني، فيتم وضع يعني مجموعة من المجلدات التي تأخذ مساحة في هاتفك، بالتالي سوف تضغط على هنا. أنا شخصيا قمت من قبل بعملية سكان، بالتالي سوف تضغط على سكان ثم سوف يظهر لك يعني، سوف يبحث لك كما تشاهدون المجلدات الموجودة الحين يعني في الهاتف التي هي فارغة، بالتالي سوف تضغط على كلين ويتم إزالتها. هذا مهم جدا إذا كنت تريد توفير مساحة في الهاتف. التطبيق الأخير يعني أحبابي في الله، يعني يحتاج طبعا حل إلى الإنترنت. التطبيق الأخير يعني كما تشاهدون، تعرف على هاتفك إذا كنت تريد الحصول على صور، مثلا دولار هنا صورة عجبتني أنا شخصيا لخلفيات يعني السطح أو الشاشة الخاصة بهاتفك. تطبيق أعجبني وحببت أن أشاركه معكم وجديد بالمناسبة، مثلا صورة إحدى الصور بجودة عالية وبمقياس يعني شاشتك، هذه الصورة أعجبتني أنا شخصيا، يتم اعتمادها مباشرة على الهاتف كما سوف تشاهدون. يمكن لك اختيار كما سوف تشاهد الأبعاد ثم تضغط على السيت وسوف يتم تطبيقها كما نشاهد أحباب في الله. طيب فهذا كان كل شيء، الرابط سوف تجدونه على أسفل الفيديو، لا تستطيع من الضغط على لايك حتى لا يكون الفيديو طويل. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، لا تنسى زيارتي على موقعنا www.pontigla5.com، وأنا على صفحتي على فيسبوك facebook.com/حافظ صبيح الفول، إذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، في أمان الله.